بننقل لكم مشاهدي جريدة الوطن بث مباشر من تشييع جنازة والدة الكابتن سامي قمصان من مدينة شبين الكوم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الكابتن سامي قمصان بدأ عليه الانهيار والحزن الشديد، ظل يبكي طوال صلاة الجنازة وقبلها. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم الكابتن سامي قمصان زي ما حضراتكم شايفين هو دلوقتي موجود وبيتلقى العزاء في والدته. شايفين تشييع جنازة والدة الكابتن سامي قمصان في مدينة شبين الكوم. احنا في المقابر دلوقتي. يلا يا كابتن محمد، يلا يا كابتن.